كنترول سيستم، موضوع الكلاسيك كنترول دوار الاي تي اس سيركت. هناخذ الباور سيركت، كنترول سيركت، سويتش اللي يتكون من بوش بوتون، سيلكتر سويتش، سيركت بريكر، ديفرنشال سيركت بريكر، وكذلك دائرة الباور ديفايس، باور سيركت ديفايس يعني دائرة القدرة اللي تتكون من الكونديكتر، الاوفرلود، وكنترول سيركت ديفايس اجهزة دوائر السيطرة اللي تتكون من ريلي تايمر، فيس فلاش، فيس سيكونس، لاتش ريلي، والفوتو سيل. تطبيقات على ما سبق، يعني تطبيقات دوائر عملية. أول شي دائرة الباور سيركت، أي دائرة بالمخطط مال السيطرة أو أي منظومة تتكون من دائرة سيطرة ودائرة قدرة. دائرة القدرة هي اللي راح تغذي الحمل المعين، حمل معين مثل المضخة، الموتور 3 فيز. هاي دائرة القدرة هي الدائرة اللي تغذي هذا الموتور بصورة مباشرة، تتحمل أمبيرية عالية، مثلا هذا 160 أمبير أو كذا أمبير، راح تتحمل الأمبيرية العالية هاي الدوائر مالت الأجهزة. كنترول سيركت هي الدائرة اللي راح تسيطر على دائرة القدرة، تسيطر عليها. مثلا احنا عندنا هنا مفاتيح، هذا كوندكتر، مثلا دائرة السيطرة هي اللي راح تتحكم بهذا الكوندكتر، هذا الملف راح يتغذى، هنا مفتاح، من يتوصل هذا المفتاح راح يتغذى الكي ملف فتنسد هاي الدائرة. إذا دائرة السيطرة هي اللي تتحكم بدائرة القدرة. دائرة السيطرة تتحمل أمبيرية قليلة لأنها تعتمد على ملفات الأجهزة، مثلا نخلي لها جوزة حماية 2 أمبير مثلا أو 1 أمبير لحماية الملفات. هنا السويتش، السويتش انواع، اكو سيركت بريكر، اكو ديفرنشال سيركت بريكر، سيلكتر سويتش، بوش بوتون. البوش بوتون عبارة عن مفتاحين، واحد مفتوح واحد مغلق. إذا دسنا على هذا المفتوح راح يتوصل ويرجع، ماكو بينات اتصال يعني مثل هاي الاتصال هنا. إذا دسنا على الأوبن هاي راح تنسد، ومن نرجع يعني نرجع ايدنا راح ترجع الملامس مالتها. نفس الحالة بالنسبة للمغلق، اذا ندوس عليه راح يفتح، وبس نهده راح يترجع يتوصل. يعني باختصار نقدر نربطها على التوالي، هاي الاوبن وهاي الكلوز. هاي يسموها نورمال اوبن، هاي نورمال كلوز. هاي تصير لونها اخضر، وهاي لونها احمر. فهاي اذا ضغطنا عليها من هنا، اذا ضغطنا عليها راح تصير اوبن، نورمال اوبن. وهاي اذا ضغطنا عليها من هنا، ضغطنا عليها راح تصير نورمال كلوز. البوش بوتون تفيدنا بالدوائر مال ستار ستوب. بعدها راح
سيلكتر سويتش نقدر نمثله بهذا المخطط. هذا من الناس السلكتر اللي يتحرك هنا، مثلا 1 2 3 هنا 0، هذا من الخروج نعتله. هنا يدخل ال R مثلا، هنا ال S، هنا ال T، هاي يبقى 0 للإطفاء ويطلع خروج 1 هو داين حار، 1 من ذن. إذا وصلنا على 1 راح يتوصل ال R، إذا حولنا على 2 S، إذا حولنا على 3 T، والصفر هو إطفاء يعني ال هنا الخروج مات. هاي كرامز للسلكتر سويتش. سيركت بريكر يكون هذا السيركت بريكر على انواع، النوع الرئيسي هو بداية الدائرة اللي راح يربط هنا، هنا السيركت بريكر الرئيسي. واي فاي حماية الدائرة يكون بامبيرية معينة، امبيرية مثلا هذا عندنا امبيرية مالته بقيمة معينة، راح نضبط السيركت بريكر هذا على قيمة أعلى منها بشوية. حماية الدائرة بصورة عامة السيركت بريكر، هذا السيركت بريكر يكون على أنواع. من الأنواع مالته 1B السنكل بول، هاي سنكل، هاي يسموها بول، هاي اللي تتحرك، الثابتة يسموها ثرو. كذلك كو ال بي دبل بول، سنجل ثرو يعني مدخلين ومخرجين. اكو دبل بول ثرو يعني دبل بول دبل ثرو، اللي راح يكون هيك. هذا راح تكون نورمال كلوز، هذا اوبن، اهم نورمال كلوز اوبن، هذا دبل بول دبل ثرو، هذا دبل بول سنجل ثرو، هذا سنجل بول سنجل ثرو. هاي الاعتيادية، بينما السيركت الرئيسي اللي هو بثلاث قواطع مثل هذا الشكل، يدخل R S T ويخرج R S T. اكو بي النيوترال ويخرج نيوترال. هاي سيركت بريكر راح نلقى بي I R IR اللي هو تيار الفصل الحراري. IM هو تيار الفصل المغناطيسي، هنا تيار الـ IM الفصل المغناطيسي اللي بأمبيرية أعلى من الأمبيرية مال الـ IR، وزمن الفصل الـ IM أقل من زمن فصل الـ IR. I second الـ IR زمن فصل أعلى من الـ IM. الـ IN هو التيار المقنن أو الاعتيادي. ICS هو تيار التشغيل القاطع. حد هسه اخذنا بس السويتش اللي هو بوش بوتون سيلكتر سويتش سيركت بريكر والديفرنشال سيركت بريكر. مراجعة للسابق، هاي البوش بوتون شكلها، هذا راح يكون نورمال كلوز يعني بالحالة الاعتيادية هو مغلق مثل هذا، هاي الحالة الاعتيادية متوصل نورمال كلوز. إذا ضغطنا عليها منه، إذا ضغطنا عليها راح تصير تنفتح يعني تصير
هيجي تنزل لي جوا تصير نورمال اوبن. هاي الخضرة نورمالي اوبن، يعني هاي بالحالة الاعتيادية مفتوحة ما موصلة. اذا ضغطنا عليها من هنا هيجي راح تتوصل هذا بهذا، راح تصير نورمال كلوز، يعني هيجي تتوصل تصير نورمال كلوز. هاي البوش بوتون من نضغط عليها تتوصل، ومن نرفع ايدنا راح ترجع نفس الحالة النورمال كلوز. نضغط ايدنا هاي تنفتح، من نرفع ايدنا راح ترجع. هاي شكلها. هنا الجوز الاعتيادية هاي 6 امبير، سي 6، اكو بي، اكو اي، كل واحد واستعماله. هاي السي 6 تستخدم للأجهزة اللي بيها ستارت، يعني تيار بدء، يعني او نبضة عالية. اما البي فهي تستخدم للأجهزة المنزلية، حماية الأجهزة المنزلية. هاي السيركت بريكر يكون مفتوح، اذا رفعنا هذا لي فوق هيج هاي راح تتوصل وتوصل التيار. هنا يسموهن اوكسيلاري اللي هي ملامسات مفتوحة نورمال اوبن وملامسات مغلقة. هذا مكتوب نورمال اوبن، هذا ان او، وهذا مكتوب نورمالي كلوز. نفس الحالة ان او نورمالي اوبن نورمالي كلوز. نقدر نربط منها مثلا هاي نورمال اوبن، نوصل منها ومنها. هاي النقاط المساعدة اوكسيلاري. سيلكتر سويتش، وهذا بي 0 1 2، هنا 3 ما مكتوب ما تبين. نفس هاي الحالة تدخل ار، هنا الواحد نلقي مثلا هنا مكتوب 1، الاثنين نلقى 2، والثلاثة مكتوب 3، هنا نلقى مثلا 3. راح نلقاهن بهاي الشكل، هنا موجودات ارقام، الصفر هم موجود. فنوصل ال R وال S، وهنا T، هنا نخليه فارغ. من نفر هذا المتغير راح تتغير هذا، هنا تنزل على كل هذني على أي واحد، هنا يطلع لنا حار 1 للتغذية اللي احنا نحتاجها. هذا يتحمل أمبيريات مختلفة، تبدأ من 1 أمبير لحد أي 120 أمبير أو أكثر، أمبيريات حسب حاجتنا للحمل. هنا البوش بوتون مو دائما تجي مثل هاي، يعني دائما تجي مثل هاي، اكو مرات تجي منفصلة. هاي هنا النورمال كلوز، هاي النورمال اوبن. احنا حتى نربط البوش بوتون هذا راح نوصل منها الحار بخط اللاين، يعني على التوالي تربط، يطلع منها الاوتبوت يدخل هنا، منها الاوتبوت يخرج. هاي على التوالي، اذا ندوس هاي راح تنفتح الدائرة ما توصل، اذا ندوس هاي، هاي هسه مفتوحة اصلا راح توصل الدائرة هيجي. يبقى هذا الايرث ليكج. الايرث ليكج فائدته حماية يعني الاشخاص مثلا من التيار. هنا مكتوب 0.03 امبير، يعني يفصل بهذا التيار. الـ IN التيار المقنن مالته 63 أمبير. هاي الدائرة مالته الاعتيادية حتى نفهم مبدأ عمله مثل هاي الدائرة، هنا حلقة مرتبط هنا لاين، هذا لاين، وهنا نيوترال، هذا نيوترال راح يرتبط من اللاين خط منه. هاي الدائرة الكاملة للإيرث ليكج، هذا الإيرث ليكج اللي يفصل ب 0.03 أمبير. مبدأ عمله مثل هذا، هنا اللاين وهنا نيوترال، اكو من اللاين هنا حلقة حديدية مرتبط عليها، هنا اكو سيركت بريكر هو نفسه. هاي الجوزة هاي هي هاي نفسها. من يمر تيار هنا ويمر تيار من البارد، إذا كانت التيارات متساوية فهنا بهاي الحلقة راح يكون هنا صفر التيار اللي يمر بهاي الحلقة. إذا صار تسرب يعني اختلاف بالتيارات أو مر تيار من البارد، راح يصير بهذه الحلقة هنا تيار يمر بالحلقة، تيار هذا التيار يمر بهذا الملف ويغذي هذا الملف. إذا كان التيار مقداره 0.03، من يتغذى هذا الملف راح يشتغل ويفتح هاي الدائرة، هاي
الجوزات راح يفتحن. فمثلا طريقة عمله هو بس يصير تسرب بالنيوترال هذا، راح يصير اختلاف بالتيار مال المفروض النيوترال اللي هو 0 فولت، من يصير اختلاف بيه راح يتغذى هاي الملف، يمر التيار عبر الكويل هذا، هذا الكويل يفتح هاي الدائرة فيحمل الأشخاص. هذا الإرث لينكج. هنا اكو تيست من تفصل هاي الدائرة نقدر نختبر عن طريقه. القاطع الأخير الرئيسي هو هذا السيركت بريكر، هذا يتغذى ب ار اس تي ويخرج منه ار اس تي، هذا يربط بداية الدائرة بأمبيرية معينة. هنا مكتوب اي سي يو، هذا الاي سي يو هو تيار التشغيل للقاطع، اي سي يو تيار تشغيل القاطع، يعني يشتغل بهذا بداية شغله بهذا الأمبيرية عدد الأمبيريات. هاي الصفر يعني اون، الواحد اون والصفر اوف يطفى. هنا هم محدد ان باي ار نفس السابق شرحناه، واي ام هذا الاي ار هو تيار الفصل الحراري، نقدر نحدده منه من 1 إلى 0.8 في 100 مضروبة يعني هذا الأرقام. والآي إم هو تيار الفصل المغناطيسي، هم من نقدر نحدده هنا متحدد ب 300 أمبير. هنا الآي آر منه يفصل هذا الزمن مالته، الآي إم فصله أقل. هذا القاطع الرئيسي اللي يربط بداية الدائرة شكلها. الدرس الأخير إن شاء الله راح ناخذ السيركت بريكر والكوندكتر الأوفرلود، يعني هاي مكونات دائرة الباور، دائرة الباور اللي الكوندكتر زائد الأوفرلود اللي يكون ستارتر. راح الدرس الأخير إن شاء الله.